بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاستاذ دكتور محمد شعبان، استاذ امراض الباطنه غدد صماء وسكر كليه طب جامعه المنوفيه. هنتكلم النهارده على موضوع اسباب هبوط مستوى السكر في الدم والاعراض بتاعتها. الحقيقه هبوط مستوى السكر في الدم ده من الاعراض اللي هي ممكن تبقى تمثل حاجه خطيره جدا، وتبقى بتضايق المريض جدا، بتضايق الطبيب اللي بيعالج، لان هي بتبقى مشكله كبيره ان هو يحصل هبوط في مستوى السكر في الدم. عشان كده احنا لابد لما نيجي نظبط السكر لازم نظبطه بحيث ان احنا ما نوصلش الى مستوى ان هو يحصل هبوط في مستوى السكر في الدم. اسباب هبوط السكر في الدم في مريض السكر بيبقى نتيجه تناول ادويه اكتر من اللازم، وبالذات الادويه اللي هي بتعمل تأثير على البنكرياس، وزي المجموعة السلفونيلورية اللي هي ممكن تنزل مستوى السكر في الدم، ولو احنا اخذناها بكمية اكبر من المناسبة للمريض، او ياخد كمية انسولين بطريقة اكتر من اللازم، او يكون هو يعني بياكل اقل من الاكل الطبيعي بتاعه بالذات لمرض الانسولين. هبوط مستوى السكر في النوع الثاني زي ما قلنا، النوع الثاني اللي هو الناس اللي بياخدوا مجموعه السلفونيلورية اكتر بكميه اكتر من الضروري، او بيكون يعني ما خدش الوجبه بتاعته. فمريض السكر في النوع الاول بيبقى نتيجه يا اما خد كميه انسولين اكتر من اللازم، او ما اكلش في الوقت اللي هو فيها الوقت المناسب بالنسبه له، او ما خدش الاكل اللي بكميه اللازمه بتاعته، او عمل مجهود اكتر من اللازم بما لا يتناسب مع كميه الانسولين اللي بياخدها. في الحالات ده هي بيحصل نقص مستوى سكر في الدم. مستوى سكر في الدم تحت رقم 70 بيبتدي يحصل هبوط السكر، او اللي احنا يعني لو التعريف الدقيق بتاعه اللي هو اقل من 54 لاي حد، ده يبقى هنا عنده فيه نقص سكر. الاعراض نقص السكر بتبقى لازم يبقى مريض، اول حاجه احنا برضه لما المريض بيجي لنا لازم نعلمه اعراض نقص السكر في الدم، علشان لازم يبقى واعي بيها علشان يتجنبها، او لما يلاقيها يبتدي يتعامل معاها، لان هي في الاول بتبقى قابل ان هو ممكن يتعامل معاها، ويقدر ان هو ياخد حاجه تعوض نقص السكر، ان هو ياخد اي حاجه حلوه زي عصير او شوكولاته، او ياخد يسف شويه سكر. بعد كده بيبقى الاعراض بتزيد اكتر، وبتصل ان هو يعني محتاج حد ان هو يساعده في ان هو ياخد العصير او الحاجه الحلوه دي، وممكن تصل في الاخر ان هو يخش في غيبوبه نقص السكر. في الحاله دي محتاج لازم يروح مستشفى عشان ياخد جلوكوز. الاعراض بتبتدي بان هو بيحس بدوخه، ويبتدي يحس بعرق ساقع ورعشه وزغلله في العينين، ويحس ان هو غير مستقر، وجوع شديد، ويبتدي بعد كده يخش بقى، يبتدي الوعي يبتدي يقل شويه لحد ما يصل زي ما قلنا في الاخر يصل الى درجه الغيبوبه. وعشان كده هنا مهم جدا المريض يكون عنده فكرة عن الأعراض نقص السكر.